السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذا الدرس إن شاء الله راح نتناول حل بعض التمارين على طرق العد وتتمة حل مسائل الاحتمالات في الباب الأول. التمرين هذا حاول أوجد عدد طرق جلوس ثلاثة أولاد وبنتين في صف إذا جلس الأولاد معا والبنات معا. عندنا ثلاث أولاد، عدد طرق ترتيب ثلاث أولاد هو ثلاثة عاملة، عندي ثلاث أولاد برتبهم بثلاث طرق عاملة وبنتين اثنين عاملة، دائما عدد طرق ترتيب الأشخاص هو عاملة. هون رتبنا ثلاث أولاد وبنتين، ولكن أنا عم بقول لي بده الأولاد معا والبنات معا، معناتها عندي تبديلين. ليش؟ هي ضربت باثنين، أنا ممكن أخلي البنات أول بعدين الشباب، أو ممكن بالعكس عندي خيار تاني، أول شي الشباب بعدين البنات. إذا هاي الثلاثة هي الشباب الأولاد، هاي الاثنين هي البنات، هاي آخر اثنين تبديلهم. أو ممكن أول الشباب أول بعدين البنات، أو العكس البنات بعدين الشباب، فعشان هيك ضربنا باثنين. المسألة اللي بعدها، عملية الأسرة تتكون من أب وأم وأربعة أطفال جلسوا على ست مقاعد، ذو ست أشخاص جلسوا على ست مقاعد. بده احتمال، دائما بالاحتمال ركزوا، لازم نقسم على العدد الكلي. بده احتمال أن يجلس الأب والأم في المقعدين الأولانيين، بعدين الأطفال في المقاعد الأخرى. الأب والأم كم شخص؟ شخصين، معناتها اثنين عاملة. بعدين الأطفال كم طفل؟ أنا عندي أربعة، إذا أربعة عاملة. على الكلي كلهم ستة عاملة. الناتج بيطلع معنا 1/15. ننتقل للتمرين اللي بعده. يراد تكوين لجنة خماسية من 10 معلمين و 8 معلمات. نكون لجنة خماسية، عندي 10 معلمين و 8 معلمات. أول طلب عم بقول لي اللجنة تحتوي على معلم واحد. دائما اختيار اللجان بستخدم قانون التوافيق. بده معلم واحد، معلم واحد بختاره من عشرة، واحد من عشرة، وأربع معلمات، معلمات باخدهم من المعلمات، أربعة من ثمانية. طبعا أقول لي عدد الطرق، بعدد الطرق ما في داعي نقسم على العدد الكلي، فقط العدد. عدد الطرق هو معلم من الثمانية وأربع معلمات من الثمانية. الطلب اللي بعده أقول لي احتمال أن تحتوي اللجنة على معلم واحد على الأكثر، يعني بده أكثر شيء معلم واحد. فهون إما ما بتحتوي اللجنة ولا على معلم، يعني صفر، يعني باخذ من المعلمين صفر ومن المعلمات باخذهم كلهم، أو معلم واحد، معناتها من العشر معلمين باخذ واحد ومن المعلمات باخذ أربعة. دائما هون عم بقول لي احتمال، الاحتمال لازم نقسم على الكلي. كل المدرسة شقت فيها 18، من هال 18 قد أخذنا 5، هي على الكلي، بيكون الناتج بهذا الشكل. دعونا ننتقل إلى التمرين الذي يليه. صندوق به 4 كرات بيضاء و6 كرات زرقاء، سحب من الصندوق كرتين بطريقة عشوائية. بده احتمال أن يكونوا كرتين من اللون الأبيض. من اللون الأبيض كم وحدة بيضاء عندنا نحن؟ 4. بدي تنتين من اللون الأبيض، يعني من هالأربعة بدي أخذ تنتين. الطلب اللي بعده إنه يكونوا من ألوان مختلفة، معناتها بأخذ من الأربعة وحدة ومن الستة واحدة، ألوان مختلفة من الأربعة واحد ومن الستة واحد. المسألة اللي بعدها، إذا كان احتمال أن يكون الشخص مدخن هو 0.6، واحتمال طبعاً المدخن رح أرمز له بالرمز A. رح أرمز للمدخن بالرمز A. واحتمال أن يكون مصاب بالتهاب الرئة هو صفر، بعلما بأنه مدخن 0.8. التهاب الرئة رح أرمز له بالرمز B، علما أنه مدخن هو 0.8. فأوجد احتمال أن يكون الشخص يدخن ومصاب بالتهاب الرئة. مدخن ومصاب يعني بده احتمال التقاطع، و اثنيناتهم مع بعض. احتمال الشرط مثل ما بنعرف هو التقاطع على ما بعد الشرط. احتمال الشرط هو عيطينا اياه 0.8، عيطينا اياه، هذا مجهول
احتمال A يعطينا هي 0.6. إذا تقاطع وجداء الطرفين الوسطين بيطلع معنا 0.8 و 0.6، ونحصل على الناتج الآتي. حاول ننتقل إلى المسألة التي تليها. هالمسألة أعطيني هذا الجدول فيه طلاب ذكور وإناث، رياضيات، إحصاء، فيزياء. دائما هيك جداول يفضل بأول خطوة إنه أكمل المجاميع الكلية. رح نكمل المجاميع. هاد هو مجموع هدول 140 200 260، مجموع هدول 380، هدول 220، الجدول كله فيه 600، يعني عندنا 600 طالب وطالبة. الطلب الأول عمولي احتمال أن يكون الشخص المختار من تخصص الرياضيات ومن الذكور. بدأ يكون رياضيات وذكور. رياضيات وذكور، كم واحد عندي رياضيات وذكور؟ 100. من أصل كله 600، معناته احتماله 100 على 600. طلب بعد يكون من تخصص الفيزياء. إذا علمت، دائما كلمة إذا علمت تعني لي احتمال شرطي بأنه أنثى. بده يكون تخصص فيزياء إذا علمت أنه أنثى. أول شيء رح نطالع احتمال الفيزياء. احتمال الفيزياء، شو احتمال يكون فيزياء؟ 260 من 600. احتمال الإناث، كم وحدة إناث عندي؟ 220 من 600. هذا رح أسميه A اللي هو فيزياء، هذا رح أسميه B اللي هو إناث. هذا A فيزياء، هذا B اللي هو إناث. تقاطع، شقد أنا عندي فيزياء وإناث؟ دائما أنا بالشرط بلزمني التقاطع. فيزياء وإناث 100، يعني A تقاطع B هو 100. هلا ايش بده؟ احتمال انه يكون من تخصص الفيزياء، من تخصص الفيزياء يعني A، علما بانه انثى يعني تحت شرط B. هذا بيعطينا التقاطع اللي هو 100 على 600. على ما بعد الشرط على B، ايش احتمال B؟ 220 من 600، والناتج بيطلع معنا 100 على 220، اللي هو موجود عندنا B الملف موضح بالشكل الآتي، كهون موضح بالتفصيل. رمزنا بالفيزياء A مثل ما عملنا نحن 260 من 600، رمزنا الإناث B اللي هن 220 من 600 طلع معنا، والتقاطع انه هو 100 من 600. مطلوب A تحت شرط B. A تحت شرط B مثل ما اتفقنا شو بيعطينا؟ A تحت شرط B هو التقاطع على ما بعد الشرط. تقاطع 100 على 600، ما بعد الشرط 200 على 600، والناتج 100 على 220، يعني 10 على 22. طلب اللي بعده نفس الشيء، احتمال يكون الشخص المختار ذكر بشرط أن يكون من تخصص الإحصاء. أول شيء بنطلع على الذكور 380 من 600، حطينا الذكور 380 من 600. بعدين بنطلع على الإحصاء، شرط عندنا إحصاء 200 من 600، 200 من 600 من الإحصاء. هلا ذكر وإحصاء، شو في عنا ذكر وإحصاء؟ 120 من 600 اللي حطيناهم 120 من 600. هلا إيش بدنا؟ احتمال إيش بدنا؟ احتمال أن يكون الشخص المختار ذكر، يعني A بشرط أن يكون إحصاء. A بشرط أن يكون إحصاء. A تحت شرط B. A تحت شرط B هو التقاطع على ما بعد الشرط، وكان الناتج بهذا الشكل. المسألة اللي بعدها، عملنا جد عدد عناصر فراغ العينة للتجارب الآتية. ده عدد العناصر. رمي قطعة نقود وحجري نرد. دائما عدد العناصر وحاصل جداء. قطعة نقود، قطعة النقود كم نتيجة فيها؟ 6. قطعة النقود عفوا نتيجتين. وحجري نرد، كل حجر 6، مجموع 72. قطعتي نقود 2، وحجر نرد. دائما عدد العناصر هو جداء. 5 مرات رمى قطعة نقود، 5 مرات، إذا 5 2، هذا هو الناتج. الطلب اللي بعده، المسألة اللي بعده، التمرين اللي بعده، قولي أوجد عدد أعداد ذات 3 خانات التي يمكن تكوينها من الأعداد من 1 إلى 5. طبعا في عندي حالتين،
إذا كان التكرار مسموح أو مو مسموح. إذا التكرار مسموح كم عدد أنا عندي هون؟ 5 أعداد. إذا عندي 5 طرق لاختيار الآحاد، 5 للعشرات، 5 للمئات. هذا التكرار مسموح. إذا قلنا التكرار غير مسموح معناته العدد اللي أخذته ما بصير أرجع أخذه مرة تانية. يعني أنا عندي 5 أعداد، أخذت أول مرة عدد على التعيين ما بصير أرجع أخذه، تاني مرة بصيروا 4، بعدين بصيروا 3، والناتج بطلع معنا 60. مسألة اللي بعدها 32، عبونا أوجد عدد الخطوات، عدد خطوط الهاتف التي يمكن تركيبها في منطقة إذا كان الخط يتكون من 7 خانات مع السماح بتكرار الرقم. 7 خانات ممكن الرقم يتكرر. أنا كل رقم من خطوط الهاتف ممكن يكون من 0 لـ 9، يعني عندي 10 أرقام من 0 لـ 9، 10 أرقام. إذا كل خانة إلى 10 خيارات، ضربنا 10 في بعضها 7 مرات حصلنا على الناتج الآتي. التمرين الذي يليه، دائما مسائل الطرق مباشرة حل ضرب. إذا كان عبقول لي كم طريق، عندي 5 من A إلى B و4 من B إلى C، بدهم من A إلى C، دائما هاي المسائل بضرب 5 × 4 = 9. حقيبة دبلوماسية قفلة فيه 3 خانات، بده عدد الطرق التي يمكن إجراءها لفتح هذه الحقيبة. 3 خانات، الآحاد إلى 10 والعشرات 10 والمئات 10، إذا عدد الطرق 1000. عدد طرق اختيار مدير ومساعد من بين 12، من هال 12 واحد رح أختار مدير ومساعد. أول شيء حتى أختار المدير عندي 12 خيار. أنا عندي 12 شخص، اخترت أول شخص 12 طريقة، نقص واحد، إذا الثاني ضل له 11 طريقة، 12 × 11. اللي بعده بده لجنة ثلاثية، مدير ونائب وسكرتير. أول شخص له 15 14 13. دائما لما بنختار بنقص المدير 15 طريقة، اخترنا واحد ضل عندي 14، اخترنا واحد ضل عندنا 13. وضع 7 كتب في رف في دولاب، 7 كتب لحتى أحطهم. دائما عدد طرق الترتيب هو 7 عملي، 7 كتب بترتب ب7 طرق عملي. طيب اللي بعده، المسألة اللي بعدها، أقول لي أوجد عدد طرق تكوين كلمات ذات 3 حروف من كلمة إحصاء. كلمة إحصاء بنلاحظ إنه فيها حرف، حرفين، 3 4 5، فيها 5 أحرف، ولكن هون في عندي تكرار، فهون أنا هاي رح أعتبرها 4 وليست 5. ليش؟ لأن الألف موجود مرتين، هذا الألف موجود مرتين، إذا صار عندنا هون ضرب 2 يطلع معنا الناتج 24 حرف. أنا عندي كلمة إحصاء فيها 5 أحرف، ولكن الألف مكرر، يعني كم حرف فيها كلمة إحصاء عاديات؟ فيها الألف وفيها الحاء وفيها الصاد وفيها الهمزة، فيها 4 أحرف. من هال4 أحرف بدي أكون كلمة من 3 حروف. أول حرف له 4 طرق، ثاني 3، الأخير 2، 24 حرف. إذا قال لي مع التكرار، طبعا هاي بدون تكرار، إذا قال لي مع التكرار بيكون 4 × 4 × 4، يعني 64. إذا أنا بدون تكرار 24، يعني أول حرف أخذناه، ثاني الثالث. إذا قال لي مع التكرار بيكون 4 × 4 × 4، مع ملاحظة إنه كلمة إحصاء فيها 4 أحرف مختلفة. المسألة اللي بعدها، عملنا سحبة 3 كرات من صندوق ب6 حمراء و8 بيضاء. إذا كان السحب الواحدة بعد الأخرى وبدون إرجاء، أوجد عدد طرق سحب الكرات 3 إذا كانت كرة واحدة فقط حمراء والكرات الأخرى بيضاء. دوس وحدة فقط حمراء، يعني من حمراء بدي وحدة، وبدو البقية بيضاء، يعني 2 بيضاء. أنا بدي 3 كرات، 1 حمراء و2 بيضاء. المسألة اللي بعدها، أوجد عدد طرق جلوس 10 طلاب على 10 مقاعد.
دائما 10 أشخاص، 10 أماكن، 10 عاملين، 3 أشخاص، 3 أماكن، 3 عاملين. السؤال اللي بعده، إذا كان أي وبيه حدثان متنافيان، فاجزوا كلمة متنافيان يعني الاجتماع راح يكون هو الأول زائد الثاني. أعطيني الاجتماع 9/10، أعطيني أي نصف بده بي. مباشرة الاجتماع الأول زائد الثاني، عوضنا الاجتماع 9/10، عوضنا الأول نصف، الثاني مجهول، نقلنا النصف وحصلنا على الناتج الآتي. عند إلقاء مكعبي نرد مرة واحدة، اكتب الأحداث التالية. مكعبي نرد بالقليل كتبنا فراغ العيني بهذا الشكل، هو هذا فراغ العيني له. الطلب الأول بده مجموع 12، مجموع 12 ما عندي غير حالة وحدة، هذا فيه عنصر واحد حدث بسيط. الطلب اللي بعده بده مجموع أكبر من 10، أكبر من 10 يعني يا 11 يا 12. عندي هالثلاث حالات، 5 مع 6 و6 مع 5 و6 مع 6، هذا مركب يعني فيه أكثر من عنصر. الطلب الأخير حدث يمثل أن الوجهين يساوي 15. أنا عبرني حجرين نرد، أكبر مجموع ممكن 12، 15 ما ممكن، إذا هذا حدث فارغ مستحيل لأن ما فيه عناصر. اللي بعده عمل لي احتمال التقاطع بوينت 3، واحتمال A تحت شرط B نصف، فحسب احتمال A. نحن نعرف A تحت شرط B هو التقاطع على ما بعد الشرط. طبعا إذا بدلنا بين هدول تبديل بين الطرفين، طلعنا ال B لفوق والشرط نزل لتحت، صار عندي احتمال A B هو التقاطع 0.3 على الشرط اللي هو 0.5 يعني 3/5. عندنا رجل عنده 3 ربطات عنق وزوجين من الأحذية، 3 ربطات عنق وزوجين من الأحذية و5 بدلات. فأوجد عدد المظاهر التي يمكن أن يظهر بها هذا الرجل. هي المسألة نفس مسألة عدد الطرق، عنده 3 خيارات وخمس خيارات وخيارين، العدد الكلي هو جداول 5 3 ضرب 2 ضرب 5. في هاي المسألة أقول لي ألقي مكعب نرد متزن في الهواء وعلمت أنه تم الحصول على عدد زوجي. دائما كلمة تم الحصول هي احتمال شرطي، جزء من المسألة وقع في الماضي، حصل على عدد زوجي، فما احتمال أن يكون أكبر من 2. أول شيء بحجر النرد، إيش في عنا عدد زوجي؟ طبعا زوجي رمزت له بأي. إيش في عنا زوجيات؟ عنا 2 و4 و6 يعني احتمال 3 من 6. أكبر من 2 إيش في عنا؟ 3 و4 و5 و6، 4 عناصر يعني احتمالها 4 من 6. تقاطع زوجي وأكبر من 2، زوجي وأكبر من 2 عندي عنصرين 2 من 6. الآن إيش مطلوب مني؟ مطلوب مني عدد زوجي، عدد زوجي يعني بي، علما أنه أكبر من 2 هو التقاطع على ما بعد الشرط، تقاطع فيه عنصرين، ما بعد الشرط عندي 3 عناصر 3 من 6، الناتج طلع معنا 2/3. مسألة هاي عبرنا عند رمي قطعتين نقود، قطعتين نقود، تعالوا نتذكر ايش كان فراغ العين لقطعتين نقود. قطعتين نقود اما HH او HT او TH او TT. عبرني مع هالقطعتين نقود رمى حجر نرد. أنا هدول نتائج تبعات قطعتين نقود. إذا جيت رميت معهم حجر نرد، ممكن مع الـ HH يجيني 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. ممكن مع هاي يجي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. ممكن مع هاي، ممكن مع هاي. إذا هاي النتائج كلها الممكنة. طبعا كم نتيجة هون عندي؟ أنا عندي كل قطعة نقود فيها نتيجتين وحجر النرد فيه 6. إذا عندي 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 6 عندي 24 نتيجة. أقول لي بده احتمال الحصول على وجه يعني H على قطعتين نقود، يعني 2 يكون عليهم H وعدد أكبر من 5، 2 عليهم H يعني من هدول، وأكبر من 5، 2 H وأكبر من 5، ما عندي غير هالحالة هي 6، HH مع 6 احتمالها 1 من 24. ننتقل للتمرين الذي يليه.
في هذا التمرين عبر لأوجد عدد الطرق التي يمكن نختار بها 3 طلاب و 6 مدرسين. 3 طلاب و 6 مدرسين من بين 5 و 8. 3 طلاب نأخذ من 5 طلاب و 6 مدرسين من 8 مدرسين والناتج 280. المسألة اللي بعدها اللي هي آخر مسألة عندنا في الباب الأول. مدرسة بها 4 معلمات إحصاء. عملنا 8 معلمات رياضيات فيها، 4 إحصاء و 8 رياضيات. اخترنا 3 معلمات معا. احسب احتمال ان تكون معلمات من نفس الاختصاص. انا بدي اختار 3 بدي احتمال انه يكونوا من نفس الاختصاص. معناته اما راح اختار 3 إحصاء او 3 رياضيات. بدي 3 من نفس الاختصاص. يعني يا 3 باخذ إحصاء يا 3 رياضيات من الكلي هو 3 على 12. طبعا الناتج بهذا الشكل. هون نكون خلصنا حل تمارين تبعات الباب الاول. ان شاء الله في الدرس القادم نكمل حل باقي الابواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.